بعد ما لا اعتقد انه فكر في الاعتزال، لانه راح تكون قال انه لاعبين ربما جدد مع مدرب جديد، راح تكون ظروف اخرى مغايره، راح يعطي لنفسه الوقت، لانه عنده لسنوات هو في المنتخب، اليوم يعرف المنتخب جيدا، يعرف المحيط تاع المنتخب، ويعرف ما هي الظروف اللي راح تساعده ان كان يريد البقاء. هل سيبقى هو رياض محرز القائد في المنتخب ام لن يكون القائد؟ ربما هذه كلها معطيات راح ياخذها بعين الاعتبار قبل التفكير في القرار النهائي في الاعتزال من عدم. حسين مترف، صراحه انت كلاعب مكان ديرك اليوم مكان رياض محرز، هل ستواصل المهمه في هذا السن ام تعتقد انه راح تكون فيه تصفيه لبعض الكوادر قد تعتزل دوليا؟ البعض يتحدث على رئيس بولحي، على ايضا سفيان فغولي، البعض الاخر يتحدث ايضا على رياض محرز، ماندي، ولو انه البيان تاع ماندي امس يثبت ويظهر انه لن يعتزل لاحقا او لن يعتزل الان، حسب رايك اين تسير الامور؟ تسير الامور رضوان هي في العارضه الفنيه، لو نشوفوا عارضه فنيه جديده لتطلب خدمات رياض محرز. بالتاكيد عارضه جديده، ما كانش عارضه قديمة. لما تكون عارضه فنيه جديده ويشوفوا رياض محرز انه يبلي البلاء الحسن في النادي تاعو، لان المعايير باش تجيب لاعبين المنتخب الوطني تشوف الحاله تاعهم البدنيه في النوادي، تشوف الحاله التقنيه في النادي تاعو، لو يكون يعني مدرب يحتاج رياض محرز راح ينادي له يحتاج. رياض لم يغلق الباب، لم يغلق الباب في تصريحات تاعو، يقدر يعني راهو ما بين وبين الجمهور مستاء من اللعب تاعو في طيله الثلاث مباريات هذه، لم يقدم اي شيء، حتى وان في مباراه انغولا لمس بعض الكرات، كانوا عنده كرات مفتاحيه دائما من بعيد ولا ما يتخطاش لاعب واحد. نعرفوا ان قوه رياض محرز انه لما يعني يكون واحد ضد واحد دائما ما ينجح في الرهان، لكن في هذه الدوره ما شفناش رياض محرز. باقي الاسماء هل ستعتزل حسب رايك؟ رئيس مبولحي، فغولي، اظن هناك اسماء ستتوقف، فغولي، رئيس مبولحي، اسلام سليماني يقدر يزيد يعطي للمنتخب الوطني، بنجاح لاعب مميز وشفنا يعني سجل 3 اهداف يزيد يعني يريح. لا انا ماشي نقول لك اللي يريحوا اللي ما يريحوش، انا نتكلم على اللي هو يتكلم على لا 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 نتكلموا على الكوادر وانا نتكلموا على اللاعبين اللي راهم تقدموا في السن. اذا ما فهمت سؤالي. انا فهمتك سؤالي فهمتك. فاغولي يتوقف اظن، قلت لك من سيتوقف ليس من اللاعب. فاغولي ومبولحي بنسبه كبيره، بنسبه 80%. محمد قاسي سعيد، في ظل هذه الوضعيه جينيرالمون كاين دي جوار هكذا ابري ديسيبسيون باري يخموا انهم يعتزلوا دوليا، هل انت او تعتقد بانه سيتوقف؟ شوف لا ديسيبسيون، نقول لك رضوان دون دو تروا جور ينساوها، لما يرجعوا الانديه تاعهم ينساوها. انا سمعت بعض يقول لك مازال عندنا النكسه تاع الكاميرون يتخدم لنا في راسنا، من المستحيل. مستحيل مستحيل. محرز ربما ما راهوش يعني راه مصدوم بالاقصاء هذايا، وبالمردود تاعو خاصه، بالمردود تاعو والاقصاء، نظن باللي راح يكون فيها هنا كلام لما يجي الطاقم الفني الجديد. جوستومون نروحوا لما بعد جمال بلماضي، تحدثنا عن جمال بلماضي الذي لم يفسخ بعد عقده مع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، ولكن الامور ستتضح في 48 ساعه القادمه، ويقال انه غدا ستحسم الامور قبل يوم السبت، لانه راح يكون مدرب جديد بدايه من الاسبوع القادم بنسبه كبيره. الحديث عن بعض الاسماء، الحديث عن هيرفي رونار، عن وحيد الي لوزيتش، الحديث حتى عن اللاعب او المدرب كيروش، البعض يتحدث ايضا عن جارديم المدرب اللي درب في موناكو في سبورتينغ لشبونه وفي العربيه السعوديه، اسماء ثقيله ايضا هنا وهناك، البعض يتحدث عن زين الدين زيدان الذي يتقاضى مليون اورو شهريا كان يتقاضاهم في نادي ريال مدريد، وبالتالي من المستحيلات السبع ربما ان يقبل باي عرض من الجزائر في ظل من الجانب المالي طبعا، لانه الاسم يتعلق باسم زين الدين زيدان. لكن غالبيه المصادر او المصادر مؤكده لقناه الهداف تفيد انه المدرب القادم للمنتخب الوطني سيكون المدرب هو وحيد الي لوزيتش، قد يكون بنسبه كبيره مدرب القادم للكتيبه الخضراء كتيبه المنتخب الوطني. ما رايك في خليفه الجمل بالماضي يا سامي العماري، وهل هذا المدرب سيقوم بتصفيه للتشكيله، خاصه اذا كان تعلق الامر بوحيد حالي لوزيتش المعروف بانه
لا يحب بعض الأسماء، لا يحب النجوم، قد يضحي بأسماء كثيرة، يقال أنه يتابع كثيرا البطولة الوطنية وكان وراء بوروس ليماني وسوداني من البطولة الوطنية، في حين أنه جمال بلماضي كان لا يتابع البطولة الجزائرية. وهنا خليني نفتح قوس سمير، أنه في نهائيات كأس إفريقيا 2019 كل من عطال، بن سبعيني، بالليلي، بنجاح، سليماني، بوداوي بلعبش، نتكلموا اللي لعبوا، اللي لعبوا كانوا أساسيين، كلهم خريجين البطولة الجزائرية. منذ ذلك الحين جمال بلماضي لا يتابع البطولة الجزائرية، عكس وحيدة للوزيش اللي ممكن يتابع البطولة وكان يحضر حتى إلى ملاعب 20 أوت، ملعب عمر حمادي، كان يتابع كل صغيرة وكبيرة. ما رأيك في الاسم القادم وماذا سيصنع هذا الاسم في ظل التركة اللي تلقها له جمال بلماضي؟ يا رضوان، الأول رأيي أنا أن الفيدراليزم تأخذ الوقت نيسيسار باش عندك تربص في سبت في مارس، في مارس، ولكن لازم نخمو. عندنا كولاج دي زونترينور، عندنا انديريك كما قال لك انديريكسيون تكنيك ناسيونال، يفو ان لارج كونسلتاسيون باش نخرجوا البروفيل. يا رضوان، حنا البروبليم تاعنا سي لا تاكتيك، البروبليم سي لا كونستركسيون دو جو. ان فو ان اونترينور تاكتيسيان، ماشي واحد اللي يجي يدير لك لو بوس لور ويلعب لي كونتر ويربح. دونك يفو بيان ريفليشير او بروفيل، رامني ان بون اونترينور تاكتيسيان. ابري لي نو سيونس سا باس اون سيكوم. انا نخاف بزاف هاد راح لونترينور. سمعت واحد قال لك منا نهار اثنين يكون لونترينور جديد، كيفاش هذا؟ بداو يهضروا معاها افون لا كوب دافريك ولا جو بونس كي سا دوموند ان بو بلوس دو سيريو. يفو بروند لو طون دو لا ريفليكسيون. جيسبر ما يغلطوش في الاختيار، باسكو اذا سامي لازم تكون استراتيجيه في تعيين المدرب، خاصه ما دام رئيس الاتحاديه راهو موجود على راس الاتحاديه، وما دام يعرف خبايا كره القدم، يعرف خبايا الكره الافريقيه، لازم المديريه الفنيه هي من تعمل على جلب المدرب، لكي هذا المدرب تكون عنده محاسبه. هذا هو الشيء الواضح والشيء المعمول به في كل الفيدراليات العالميه للمنتخبات.